ما حكم الشرع في التهليل بصوت مرتفع والناس سائرون وهم يحملون جنازة رجل حافظ للقرآن الكريم؟ ثم عمل التأبيل لهذا الشيخ في الأربعين ويتحدث المتحدثون عن مناقبه، وكان ذلك داخل سور الجامع، وفي اليوم الثالث لوفاة الشخص يعمل طعام إفطار وفيه اللحم في بيت الميت، ويأتي الناس ويأكلون ويدفعون النقود ويكون ذلك بكشف. نرجو أن توجهونا حول هذه القضايا، جزاكم الله خيرا. الإسلام ولله الحمد جاء بأكمل الهدي، ومن ذلك أنه بين لنا ما يعمل بالأموات المسلمين، وذلك بأن يبادر إلى تجهيز الميت المسلم بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدعاء له، ثم بتشييعه إلى قبره ودفنه في قبور المسلمين. وأما هذه الضجة وهذه التكلفات التي يعملها كثير من الناس فهي بدع ما أنزل الله بها من سلطان. فالتهليل والذكر في حالة حمل الجنازة هذا لا أصل له في الدين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه والقرون المفضلة أنهم كانوا يعملون ذلك، وإنما كانوا يحملون الجنازة ويشيعونها بدون رفع أصوات وبدون ذكر أو تهليل أو غير ذلك. أما إذا ذكر الإنسان ربه في نفسه ودعا الله سبحانه وتعالى في نفسه بدون رفع صوت فلا بأس بذلك، إنما الممنوع ما اعتاده الناس من ترتيب هذه الأصوات الجماعية مع الجنازة، أو يقول وحدوه أو ادعوا له أو اشهدوا له أو ما أشبه ذلك، كل هذا من البدع. وكذلك عمل المآتم وهذا أشد، لأن هذا ينبي عن النياحة والجزع، وهذا محرم في دين الإسلام. وكذلك عمل الطعام ما عدا الطعام الذي يصنع لأهل الميت من أجل أنهم مشغولون بالمصيبة ويصنع لهم جيرانهم أو أقاربهم طعاما يكفيهم، أما المزايدة في ذلك وجمع الناس للأكل أو أن يكون هذا من تركة الميت وكل هذا خلاف السنة. وإذا كان مما للميت فهو ظلم للورثة وأكل للمال بغير حق. وأحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، كنا نعد الاجتماع، أظنه جرير بن عبد الله يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، دل على أن الصحابة ما كانوا يجتمعون هذه الاجتماعات، وما كانوا يصنعون هذه الأطعمة، وما كانوا يرتبون هذه الترتيبات في الأربعين أو في يوم كذا أو كذا من وفاة الميت، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.